عايز أقول إن هو بعد ما اتنسخ القرآن في عهد عثمان بن عفان كمان كان مش متنقط ولا كان متشكل ولا كان مضاف له الأحرف الزيادة. فبالتالي أنت عندك مثلا التنقيط ده هو جه بعد 50 سنة ولمدة 50 سنة، يعني 100 سنة بعد القرآن ما اتكتب في عهد عثمان. تاني نقطة مهمة جدا إن ال 28 حرف في اللغة العربية، لو انت مش هتنقطهم ولا هتشكلهم ولا هتضيف لهم الحروف الزيادة فانت هتقدر تفرق ما بين، يعني هتفرق ما بين 6 حروف فقط من حروف اللغة العربية. بقيت ال 28 حرف مش ممكن انك انت تفرق ما بينهم الا من خلال التنقيط، مثل حاء وخاء وجيم مثلا، والب والت والث والسين والشين والعين والغين ولا كل الحروف اللي قدامنا 28 حرف لا يمكن التفرقة ما بينهم غير فقط في 6 أحرف في حروف الأبجدية. وما يجي هذا التشكيل بعد 100 سنة من جمع عثمان للقرآن فهذا يعمل ثالث علامة استفهام في موضوعنا.